جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائل حاء من الرياض، يقول فضيلة الشيخ بأن الكافر عندما يوضع في قبره ويأتيه منكر ونكير يأتونه في صورة مخيفة ومرعبة، فهل المؤمن يرى منكر ونكير بنفس الصورة التي يراها فيها الكافر؟ الكافر لم يرد أنه يأتيه منكر ونكير، وإنما المنافق الذي يدعي الإسلام في الدنيا إنه إذا جاءه منكر ونكير لم يستطع الجواب عندما يسألانه. ومنكر ونكير يراهما المؤمن ويراهما المنافق إذا جاء لامتحانه في القبر. نعم.